كان في معنى واحد سلفي يحاول يحتك فينا. فشو اللي هذا الكلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال له إيه اللي هذا مذهبي، إذا قال له لا اللي ما بأخذ فيه. ما عم تقرأ شيء أنت، أنت معتمد علي يا أنا بإمكاني أنا. فمرة من المرات حكى على جوهرة التوحيد، ليش عم تحكي عليها؟ قام قال لي ليس منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر. قلت له تعال أقول لك مين برد عليك. إيه نعم، وراكب ميتور هو وطحته هو والميتور بالأرض. إيه نعم، إيه تعال جننا أنت. إيه نعم، فلذلك إيه نعم، يعني السلفية لما بيعتمدوا على الحديث إحنا ما عندنا مشكلة، يعني يعتمد على الحديث. بس يا أخي مثلا بدك تأخذ بأقوال الأئمة، الإمام كل السلفية عندهم مثل الإمام النووي، ما عنده شيخ الإسلام في المذهب الشافعي الإمام النووي. فلذلك طلع قال بأنه الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. فأنا كنت صلي صلاة التسابيح مواجه الكعبة، إيه نعم، قبل صلاة الفجر بساعة اجمع الفوج ونصلي صلاة التسابيح. الله الله، شو حس بالخشوع مواجه الكعبة والناس عم تطوف وسمعان هدير اللي عندك هنن عم يطوفوا، نحن عم نصلي وراي الرجال ورا الرجال النساء. اي نعم والله احيانا نحس انه لح ارتفع عن الارض لحطير. مواجه الكعبة الصلاة قبل الفجر بساعة. اي نعم، فمرة عم نصلي كنا عم اجي يمكن في ثلاث نسوان اجوا حاطين مكياج، والمكياج له ريحة، المكياج له ريحة، وقفوا لك مواجهنا على هي اللي بيتفقوا عليها بإيديهم على السياج مدري شو اسمه، وقفوا قال يتفرجوا على الكعبة ونحن عم نصلي، شمينا ريحة المكياج وكنت خاشع ولحطير. طرت فعلا، طرت فعلا، طرت من مكة لسوريا على البيت اجيت، اتذكرت عيالي واتذكرت حالي متزوج واتذكرت حالي. إيه نعم، أسرعنا بالصلاة وخلصت السيرة.